المرشد النفسي بيبقى من المصاعب اللي ممكن تقابله ان الكلاينت بتاعه مش كونكتد مع مشاعره. السيف ميديكال تاتش او السيف تاتش اللي هنعمله ده من ناحيه الاستيوباثي او من ناحيه الاصابات المتكرره عند اشخاص عندهم بيهيفير معين، زي مثلا عندها تحدث في العمود الفقري، صداع، الام عضليه مزمنه، كل القصه دي كلها، كل الحاجات دي بدون استثناء ليها باك جراوند مشاعري. فانا لو قعدت اعالج الشخص ده forever من ناحيتي من غير ما اركز على علاقة المشاعر بيها، هيفضل المرض يتكرر، اكني مش بعالج الروت كوز. ممكن الكلاينت يقعد مع مرشد نفسي كتير جدا لانه مش كونكتد مع الجسم ولا مشاعر. الاستيوباثي او المانوال تاتش او الايموشنال بودي ميكانيك موديل ويل هيلب اند فاسيليتيت، وهيأثر فترة العلاج بطريقة سيجنيفيكانت. لو حضرتك عندك صداع مزمن او الم في الرقبه، هتقدري ازاي تريلاكس عشان تفهمي المرشد النفسي بيقول لك ايه؟ معظم الناس اللي عندها اللي بيجي لهم بانيك اتاك وانكزايتي اتاك هو ما عندهمش مرض، هو عندهم مشاعر بان في ثريتنينج، حاجه ثريتنينج ده. اللي بنقدر نعمله ان احنا بنزق الجهاز العضلي العصبي الفسيولوجي بتاعه ان هو يسيلف ريجوليت، يسيلف هيل، الاستشفاء الذاتي. اللي احنا بقى بنحاول نعمله في مع المرشد النفسي بتاع ام تي ان، ان هو بما انه عنده الباك جراوند الايموشنال، اللي احنا بنعمله ده ويل فاسيليتيت، هيأثر الشغل، هيأثر المسافه بتاعه العلاج، بيقدر يمسك مشاعره، يبقى منتبه ليها، بتسهل الدنيا كتير.